الحمد لله المباراة خلصت. تقريبا الإصابة رقم واحد كخطورة حق لاعب كرة القدم، فما بالك يحوشك 3 رباط صليبي على 5 سنين؟ يعني اللهم لك الحمد إني واقف على رجولي قاعد ألعب. فبالنسبة للمستوى نفس ما قلت لك، المباريات تصنع لاعب حتى لو إنه كان مستوى سيء. كثرة المباريات هي تعطي اللاعب المستوى اللي هو يبيه. إن شلون راح يتطور؟ لاعب ما يتطور إلا داخل المباراة، مستحيل. ما لو تمرن 5 سنين ما راح تضيف على نفسك اي شيء. ف3 رباط صليبي يعني شيء مو هين، وبالنهايه اللهم لك الحمد هذا شيء مكتوب. وان شاء الله ان شاء الله انا مؤمن بقضاء الله وقدره، وعندي قناعه تامه ان خير اللي صار هذا كله، والقادم افضل. نسال الله التوفيق. تتمنى الاحتراف؟ والله ما في لاعب كره قدم ما يتمنى الاحتراف. كل لاعب كرة قدم سواء مراحل سنية أو فرقوية يتمنى الاحتراف، لأن كرة القدم مربوطة بهالشيء. يعني راح أكيد ما حد يبي يكون هاوي، الكل يبي يكون محترف، والكل يبي يطور من نفسه. الاحتراف تطوير بشتى الطرق يعني. الحمد لله. منور حبيبي.